الثامن عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس ناشاة. متفق عليه. قال الجوهري: الفرس من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربما استعير في الشاة. وهذا مبالغة، وإلا فرس الشاة وهو الحافر، حافر الشاة هذا لا يؤكل ولا يباع ولا يؤجر ولا للمنفعة، لكنه مبالغة، أي ولو كان الشيء يسيرا لا شيء فيه. وفي حديث آخر: ولو تمره، هذا التمر تؤكل، أما الفرس الشاة فلا. نعم. التاسع ها؟ في بعض البلدان كانوا يدبخون الحوافر حتى الطريق، كوارع، تعملوها كوارع. على الله. التاسع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكوارع ثانيات، الكوارع العظمى، الكوارع من العظمى حتى الطريق. أما ما اسمه الحافر هذا ما يطبخوش حتى الطريق. إن الحافرة الذي هذا الرجل كلها الصوت هو إيه، لكن الحافر هو هذا اللي يتسع على الطلي، هل هذا يؤكله؟ ما الكوارع هنا داري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجاب، يعني لو دعوني إلى العظمى لأنني سأجيب.